عندنا عادة اجتماعية هي مسألة تضخيم الخطأ، تضخيم السلبية على حساب الحسنات. عادة في المجتمع لو أحسنتي 50 سنة ما أحد يلتفت إليك، أخطئي مرة سترين 1000 عين تنظر إليك. هذه مشكلة الحقيقة نحن نعيشها، بأننا لا نتعامل مع بعضنا كمجتمع مسلم كبشر بموضوعية. كل إنسان يصيب ويخطئ، فلا داعي أن أتجه إلى خطئه وأضخمه وأكبره لأغطي به كل ما فعله من صواب خلال حياته. استوقفني قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض في مطلع هذه الحلقة، إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم. لماذا يا رسول الله سميته ربا؟ لماذا لم تسميه فاحشة مثلا؟ لماذا ما سميته ظلم؟ سماه ربا. ما هو الربا؟ الربا أن أخرج من جيبي مال وأقرضه ثم يرجع إلي هذا المال مع الزيادة. والربا في الحديث أن يخرج مني نقص فيراه آخر فيرجعه إلي مع الزيادة. هذا الاستطالة في عرض المسلم. أخطأت خطأ رآه فراح نشره بزيادة عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أربى الربا، يعني من أفحش الربا، من أوخمه وأكثره أثرا وأسوأه خطرا على العبد، هو الاستطالة في عرض المسلم. يعني هو لا يخوض فقط زل ويستغفر الله، لهو يستطيل في عرض أخيه.